السلام عليكم، مرحبا بكم في موقع على موقع لالا مولاتي. النصيحه الثانيه اللي غادي نعطيكم، يعني اللي تابع النصيحه الاولى اللي هضرنا عليها في الحلقه اللي فاتت، واحد حاجه مهمه بزاف اللي يعني ما كنعطيوهاش بزاف الاهميه، ترتيب ديال اللباس ديالنا. من المهم جدا اننا كل سيده يعني الحويجات ديالها دير واحد النهار ولا يومين على حسب، يعني الله يكون في العون، ما نقدروش يعني نخصوا واحد الوقت طويل اللي نبقاو جالسين حدا لا غاردروب ديالنا ويعني نوجدوا نرتبوا اللباس ديالنا. تقدر كل سيده ديرها على مره ولا على جوج مرات، المهم انه يعني الغايه انه في الاخر ترتب الحويجات ديالها كاملين. هاد النصيحه يعني باش تكون عمليه وباش تكون اوسي يعني تاع على الوقت، حيت عندنا الوقت مهم، سورتو ملي كنفيقوا في الصباح بكري كنبقاو واخا كنوجدوا اللباس ديالنا كنفيق كنقول ايوا انا وجدت اللبسه، واش من فوله غادي ندير معاها، اش من شال، اش من اكسسوار. دونك النصيحه ديالي كنشدوا العلاقه ديالنا كنعلقوا فيها اللبسه ديالنا كامله من راس حتى لرجلين، يعني كنا غادي نلبسوا سروال مع لوهو ديالو مع لا بتيت فيست ولا لو جيلي ولا اون غوب، يعني كان لونسومبل ديالنا لو فيتمون ديالنا كامل كنستفوه في واحد العلاقه وكنزيدوا معها، يعني ضروري كنكونوا اختارينا واحد لو شال ولا واحد لو فولاغ اللي ديما هاني نلبسوه مع ديك اللبسه، ولا يعني كتكون بعض المرات بعض الاحيان واحد اللبسه كنلبسوا معها دو تخوا شال ديفيرون باش كنبينوها كل مره في حله جديده. يمكننا اننا نعلقوا معها هذوك يعني دوك جوج ولا ثلاثه لي شال ولا واحد، شوف انت كيف ما زعما ديك اللبسه كيفاش غادي تنظميها، ونعلق معها لاكسيسوار. كون جو دي لاكسيسوار لو بيجو، يعني ما كنهضرش على لو بيجو المجوهرات، كنهضر اوسي على السنطه، كنهضر على بون لو فولار اوسي تا هو ستان اكسسوار، يعني للسيده المحجبه ولا الغير المحجبه، يعني نعلقوا المسائل ديالنا باش ملي كنجيو نخرجوا سواء كنا مزروبين ولا ما مزروبينش، المهم انه هذاك لاغموار ديالنا كتكون منظمه والحويجات ديالنا كيكونوا كاملين منظمين وما كنبقاوش حايرين تالفين. بعض المرات كاع كنساو كنقول شنو كنت لبست مع هاد اللبسه، كنت درت لها واحد الفولار جاني زوين وما كنعقلش. دونك كنرتبوا داك اللباس ديالنا كيف ما قلنا دو لا تيت او بيي، كنعلقوه وننظموه ونوجدوه ونديروه دو كوتي. الوغ كيف ما قلنا واحد الحاجه اللي واحد النقطه اللي يعني كنسطر عليها واللي مهمه بزاف، حنا يعني الحويجه ديالنا كنبغيو نتحافظوا عليهم وكنبغيوهم يدوموا اكثر وقت ممكن. دونك اذا بغيناهم يدوموا ويبقاو يعني في واحد الحله اللي جميله وجيده، خاصنا نتهلاو فيهم، ماشي هي باش نعلقوهم ولا نصلحوهم ولا يعني ننظموهم. قبل من هذا الشيء كامل فاش كنجيو نصبنوهم، واش كنمشيو لواحد ليتيكيت اللي كتكون في كاع يعني في اللباس ديالنا كامل، كيخصنا نمشيو لهاد ليتيكيت اللي هي مهمه بزاف، ويعني شحال من واحد ما كنهضرش على السيدات، يعني كنهضر على الحوايج ديال السيدات ولا ديال الازواج ديالنا ولا ديال وليداتنا، مهم اننا نتبعوا هاد ليتيكيت هادي اللي كيكون فيها كاع لي كونسين، كيبين لك هاد يعني على اين درجه الحراره كيمكن لك تصبن هذاك اللباس، واش يمكن له يتصلح، واش يمكن له يدار في الات الغسيل ولا لا، يعني هاد ليتيكيت مهمه بزاف. اش كنديروا؟ كنعزلوا كاع الحويجات، مثلا هاد ليتيكيت مكتوبه فيها 30 دوغري 30 درجه، كنشدوا كاع الحويجات باش ما نضيعوش، يعني نبقى نقولوا غادي نخلطوا الحوايج، كنشدوا الحويجات اللي كيتصبنوا على 30 درجه غادي نجمعوهم وغادي نديرهم في ديك الات الغسيل وغادي نديروا لو بروغرام على 30 درجه. كاين اوسي 40 درجه، كيف ما قلت لكم ليتيكيت كنتبعوها وكنشوفوا يعني اين درجه الحراره هي باش كنبروغراميو الات الغسيل ديالنا. اوسي الحويجات اللي ما خصهمش يتصبنوا في الماكينه من الاحسن، يعني ما غاديش نضيعوا فيهم الوقت دغيا غادي ندوزوهم بيديداتنا وغادي نعلقوهم. انا يعني واحد الحاجه كنديرها يعني في النشير ديال الغسيل، ما كنبغيش ندير المقابض، كنعلق يعني هكا واخا اون كوتون ان بيلون كوتون، كاين الحوايج اللي غادي نديوهم للمصبانه على برا غادي تصبنوا اسيك، ولكن ما يمكنناش يعني لا على جيبنا ولا على كل شيء، ما يمكنناش اننا كاع الحوايج نصيفطوهم للبريسينغ. دونك الحوايج اللي يمكن لهم يتصبنوا في لاماشين ملي كنجي نشرهم كنشرهم في العلاقه، باش حتى ملي كيجيو تصلحوا كيجيو ساهلين في المصلوح، ويعني وكيبقاو داك المقبط ما كيمزقهمش وما كي ما كي يعني ما كيتكرفسش عليهم. مهم جدا كيف ما قلت اننا نتبعوا هاد ليتيكيت باش الحويجات ديالنا كيدوموا اكثر
وكنقدروا يعني نلبسوهم مده اطول وتف الالوان يعني اللون ديالهم يعني ما كيبهاتش ملي كنتبعوا هاد ليتيكيت اون جينيرال يعني اللباس ديالنا كيدوم اكثر وكنستغلوه اكثر. وكنتمنى انه هاد النصائح تكون فاتكم ونكون يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وكنضرب لكم موعد جديد ان شاء الله فرصه مقبله وحلقه مقبله نصائح جداد. شكرا لكم وشكرا للمولاتي. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.